معية. رأينا اللعب، رأينا الفريق الفرنسي منظم مثبت في مكانه، في لعبه، في توازنه بين الخطوط. نتيجة مهمة جدا، 3-0، ومهمة جدا للمباراة القادمة، وأتمنى أن نكون على أحسن استعداد، لأنه تعادل فقط يكفي فرنسا. حسام، اقتنعت بكلامك أنه حارس مرمى ألبانيا ضعيف؟ أكيد حارس مرمى متواضع، تقريبا كل التسديدات اللي جات داخل 3 خشبات كانت أهداف حتى من زاوية.